القبض على الفنانة سارة التونسي في مصر منذ قليل. عقدت محكمة جنايات القاهرة في مصر جلسة للنظر في الدعوى المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي، تطالبها بتعويض قدره 10 مليون جنيه لإخلالها بالعقد في أحد الأعمال. وأحالت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادية إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص، وتطالب الدعوى الفنانة سارة التونسي بتعويض مالي مبلغ وتطالب الدعوى الفنانة سارة التونسي بتعويض مالي يقدر بعشرة مليون جنيه للإخلال بالتعاقد وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل حرب أهلية، لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية في مصر. وألزمت الجلسة اليوم الفنانة سارة التونسي بدفع المبلغ المقدر بعشرة مليون جنيه. وأقامت دعوى وكيل شركة العدل جروب هيثم عباس للتعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسي، يطالبها فيها بتعويض قدره 10 مليون جنيه لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها ببنود العقد بينهما. وقال في الدعوى أن عدم الالتزام ألحق بالشركة أضرارا مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي تعمل في المجال الفني